أقامت الأمانة العامة للمكتبة المركزية في رئاسة جامعة بغداد معرض الكتاب الثاني، والذي تزامن مع بدء العام الدراسي الجديد ومهرجان عاشوراء الذي تقيمه العتبات المقدسة. وقد شهد المعرض مشاركات عربية واسعة إضافة إلى مشاركة العتبات المقدسة. أمانة المكتبة أكدت عن محاولتها الجادة في تخفيض أسعار الكتب حتى لا تفقد كاهل الطالب عند شرائها. شاركت في هذا المعرض عدد من دور النشر العربية والعراقية، إضافة إلى مشاركة العتبات المقدسة منها العتبة الحسينية والعتبة الكاظمية والعتبة العباسية. مهمة هذا المعرض هو توفير الكتاب الأكاديمي اللي يدعم البحث العلمي للطالب الجامعي في جامعة بغداد أو في الجامعات العراقية الأخرى. أحد المشاركين أكد نجاح هذا المعرض المتضمن العديد من الكتب في المجالات مختلفة، داعيا إلى استمرار هكذا معارض التي تشهد إقبالا كثير من الزائرين. ليس فقط كتب دينية بل يتضمن حتى كتب علمية، مناهج أكاديمية تدريسية للأكاديميين، وهذا المعرض هو معرض ثاني يقيم هنا على أرض جامعة بغداد، ومعرض ناجح وجيد ومستمر إن شاء الله، ونتمنى استمراره طيلة الأعوام لكي تتثقف الأطفال في جناحهم، وكثير من الرواد يتوافدون على هذا الجناح وعلى بقية الأجنحة أيضا. يذكر أن هذا المعرض هو الثاني من نوعه وتضمن العديد من المشاركات وقدم الكثير من الكتب التي تخدم الطلبة في مختلف الاختصاصات.